بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة نتناول تيست 2 based on units 19 من كتاب أو من بوكلت المعاصر للمراجعة. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة للسؤال number one، choose the two correct answers out of the five options given. Number one، which of the following describe governess، يعني من اللي تصف الgoverness اللي هي المربية. She is a man، طبعا مفيش حاجة اسمها she is a man. She is a woman، هي سيدة. طبعا الgoverness أول حاجة a woman، إن هي سيدة يبقى she is a woman. She teaches a child at their school، بتعلم الولد في المدرسة أو الطفل. She teaches a child at their home، بتعلمهم في منزلهم. She looks after the whole house، بتعتني بالبيت بالكامل. طبعا she teaches a child at their home، لأن تعريف الـ governess زي ما احنا عارفين a governess is a woman who teaches a child at home. Something that is space makes you feel good، يعني ايه الشيء اللي بيجعلك تشعر بأن انت كويس أو جيد. rewarding طبعا مجزي، دي حاجة rewarding يعني الشيء ده مجزي، يبقى rewarding number one. unrewarding يعني غير مجزي. satisfying يعني مرضي، طبعا satisfying مرضي، لكن this satisfying يعني غير مرضي. unkind غير متعاطف، طبعا هنا letter A and C. بالنسبة number سؤال اللي بعد، show the correct answer from A, B, C or D. A space is a child whose parents are dead، يعني الطفل اللي والديه توفهم. servant خادم. housekeeper يعني رب منزل. governess يعني مربية. orphan اللي هو الأورفن اليتيم، طبعا الأورفن is a child whose parents are dead. number 4، in the past في الماضي families used to get a space to live with them and teach their children، يعني كان في الماضي الأسر بيتوفر لمين يعيش معهم ويدرس لأولادهم. يا ترى midwife ولا step mother يعني زوج الأم، ولا nurse ممرضة، ولا governess؟ طبعا الgoverness قلنا المربية. number 5، the word cruel يعني قاسي is spelled the word kind، بالنسبة لكلمة kind antonym with يعني مقابل، synonym with يعني مرادف، similar to متشابه، the same as طبعا التلاتة دول زي بعض، وهي ايه opposite عكس اللي هو المقابل، the antonyms with يعني مقابل ليها. Mrs. وفاء always asks her husband to get، دايما Mrs. وفاء بتطلب من زوجها a space to help her in the housework، to help her تساعدها في عمل المنزل. A receptionist موظفة استقبال. A servant اللي هي خادمة. A poly يعني متنمر. A musician موسيقار، طبعا دايما بتطلب من زوجها ان هو يوفر لها servant خادمة. To help in the housework. number 7، teaching التدريس is a space profession يعني مهنة. ايه every teacher كل معلم feels rewarded يعني يكافأ. when he sees his students excel لما بنشوف التلاميذ او الطلاب excel ممتازين. cruel يعني قاسي. rewarding يعني مجزية. awarded يعني منحة. harmful يعني ضارة، طبعا هنا rewarding. number 8، exams can be a space time for students they always feel worried and tensed. exams can be a rewarding، الامتحانات بتكون مجزية. stressful يعني مجهدة. stressed مجهد. enjoyable طبعا الexams can be a stressful يعني مجهد، أو is a can be a stressful time يعني وقت مجهد. for students للطلاب they always feel worried دايما بيشعروا بالورد القلق. and tense والتوتر، طبعا هنا اللي هي letter B. she wanted to know، هي عايزة تعرف، يبقى ده مباشر بالنسبة للسؤال. she wanted to know space to be good at English. If she could do to be، ولا what she could do to be، ولا that she could do. طبعا زاد بجملة خبرية ما تنفعش،
احنا عايزين سؤال، لا اما letter A او B او D. طبعا A ودي الاثنين زي بعض، A ودي الاثنين زي بعض، يبقى احنا ايه what من غير كده ما نفكر، الاثنين دول متشابهين او الاثنين زي بعض، يبقى المعنى متوقف على أداة استفهام. She wanted to know، هي عايزة تعرف what she could do to be good at exam، عايزة تعرف تعمل ايه عشان تبقى كويسة at English في الانجليزية. Number 10، he said just now، هو لسه قايل حالا، معنى كده ان زمن الجملة مش هيتغير. That he sees a new car next year، طبعا next كمان اهي، معنى كده ان زمن الجملة سوف لا يكون ماضي. يا ترى is buying ولا would buy ولا was buying ولا buys، طبعا كل letter B and C ماضي، لسه عندنا المضارع is buying ولا buys، طبعا هنا بيعبر عن arrangements او future arrangements، يعني ترتيبات مستقبلية. مرتب يشتري سيارة جديدة next year، يبقى هنا letter A. لو present continuous، he said just now، هو لسه قايل حالا، he is buying a new car next year، هيشتري سيارة جديدة next year. It wasn't his base Fatma had known her success knew that she called me. It wasn't until، عندنا expression it wasn't until أو it was only when، بيجي وراهم الماضي التام وبعدين الماضي البسيط، يبقى it wasn't until، until expression قلنا عندنا it wasn't until، ماضي تام ماضي بسيط. Space by the manager send the letter to me. Having signing by the manager، يعني بالتوقيع من المدير. After had been signed، طبعا after ما تنفعش had been signed من غير ما يكون فيها فعل، يبقى هنا الجملة خطأ، مفروض after he had been signed، ولكن أو it had been signed، ولكن أنا ما عنديش فعل فالجملة خطأ. signed by the manager يعني بتوقعه من المدير. send to the letter to me، ولا when it signed، طبعا when it signed، when it had، مفروض أقول when it had been signed، لما يوقع it had been، لأنها تبقى جملة بسيط. يبقى عندنا letter A تركيبتها خطأ، مفروض having signed أو having been signed. الجملة التانية ناقص منها الفعل فبرضو خطأ. الجملة التالتة مفروض تبقى passive وليس المهول. هنا بقى التصريف التالت اللي حل محل مين؟ محل الجملة عندنا أصبحت signed by the manager، يعني لما يوقع من المدير. send the letter to me، ابعت لي الخطاب. طبعا هنا letter C الجملة أو التصريف التالت أو نقول نائب المفعول عندنا هو اللي حل محل مين؟ محل having been signed. having been signed. the tennis player يعني لاعب كرة التنس space in the air في الهواء he had won the match. يا ترى jump in the air يعني قفز في الهواء he had won لأنه فاز بالمباراة، ولا had jumped ولا was jumping ولا was jumped. طبعا هنا the tennis player jumped. ليه jumped؟ ماضي بسيط وعندنا الماضي التام. الماضي التام إن الحدث الأولاني عندنا he had won the match، هو فاز بالمباراة، بعد ما هو عارف إن هو فاز he jumped، ده اللي هو الحدث التاني اللي هو الماضي البسيط. Number 14 عندنا Sarah picked up her glasses. سارة التقطت النظارة بتاعتها. They space she had stepped on them. They were broken يعني انكسروا. Was broken طبعا ما ينفعش زي ومعها was. They is broken برضو خطأ. They are broken طبعا هنا they were broken. She had stepped طبعا الجملة ماضي وبتعبر عن فعل حدث في الماضي. They were broken يعني ايه انكسروا. she had stepped لانها داست عليهم. بعد كده عندنا طبعا complete ومش هيجينا في الامتحان ان شاء الله، احنا عندنا choice وقطع، ولكن يعني complete مش صعب. last saturday my friends and I decided to go to the stadium to watch الاهلي versus الزمالك، يعني مباراة الاهلي ضد الزمالك. we space catch the bus we didn't catch the bus on time so when we arrived we found that we didn't catch we didn't طبعا المفروض ان احنا ما خدناش الباص on time، نبقى we didn't طبعا بتكلم عن احداث في الماضي. we didn't catch the bus on time في الوقت المحدد on time
So when we arrived عشان كده لما وصلنا we found that the match had started كان المباراة بدأت had started. In addition the stadium was full of people who were waiting before the start. Who طبعا who يعني اللي كانوا بينتظروا who were waiting. بعد كده عندنا سؤال الباسج read the following passage then answer the questions after having an accident بعد ما حصل له حادث on the highway على الطريق السريع a traveler wanted to describe the experience يعني كان مسافر بيصف ال experience منتش عارف تتحرك من كتر انت مفترش من غير ما اعرف والله يعني صوت الهب read the following passage then answer the questions after having an accident on the highway بعد ما حدث وقع الحادث على الطريق السريع a traveler wanted to describe مسافر يريد أن يصف the experience he had التجربة اللي مر بها A first responder is someone who immediately tries to help with some incidents that occurs يعني المستجيب الأول الشخص اللي في الحال بيحاول أن هو يساعد with some incident that occurs حوادث بتقع This could be a response to someone who is hurt or injured. This could be ممكن ده يكون رد فعل لشخص who is hurt يعني مصاب or injured مجروح a natural disaster أو كارثة طبيعية or maybe your pet needs help أو لو حيوان أليف عندك محتاج مساعدة. The response might be at your house ربما المستجيب ده يكون من بيتك or in your neighborhood أو من الحي بتاعك when called لما بتتصل the first responder is trained يعني متدرب to come right away يعني يجي في الحال a quick response الرد الفعل السريع is the surest way that the incident can be resolved يعني تحل in the shortest time في أقصر وقت and with the least amount of damage وبأقل كمية من التلف to individuals للأفراد and to property للملكية a first responder is responsible for the protection and preservation of life المستجيب الأول ده هو مسؤول عن حماية وحفظ الحياة أو المحافظة على الحياة property اللي هي المال أو الملكية evidence الدليل and the environment والبيئة they are trained in many areas بيكونوا مدربين في مناطق كثيرة like emergency زي حالات الطوارئ emergency management إدارة حالات الطوارئ public health الصحة العامة clinical care الرعاية الطبية public works الأعمال العامة and in operating equipment ومعدات التشغيل Together they work to provide support services at the one at the onset. Onset طبعا اللي هي معناها beginning أو البداية of the of an incident يعني بداية الحادث. Onset means that the early stage يعني المراحل الأولى. They work to help in all response areas في كل الاستجابات areas of prevention اللي هي الوقاية response الرد and recovery اللي هو المعافاة calling for emergency is one way you can ask for help from first responders ممكن نطلب الاتصال بالطوارئ is one way يعني طريقة you can ask for help تطلب المساعدة from first responders من المستجيب الأول you should know when it's appropriate to call this emergency help number يعني الوقت المناسب ان انت تطلب في حالة الطوارئ But it should be prevented in cases ولكن يجب أن تمنع في الحالات that aren't emergency اللي ما يكونش فيها حالات طوارئ. It wastes people's time بتهدر وقت الناس and takes away resources needed from other emergency situation. ممكن طبعا take away يعني بتخلي أو بتتخلى عن مواقف محتاج فيها emergency يعني طوارئ.
We salute those people. إحنا بنشكر هؤلاء who are first responders اللي هم بيكونوا المستجيبين الأوائل. And thank them. And thank them for their quick responses. لردودهم السريعة to helping out in situations في المواقف when needed اللي بيكون فيها الحاجة. The best word to replace the underlined word recovery. يعني أفضل كلمة بتحل محل كلمة recovery. Return اللي هي العودة. Reclaim اللي هو الاستصلاح أو الطلب. Reply اللي هو الرد. Resize يعني إعادة تشكيل. طبعا لو هنا They work to help in all responses. يعني بيعملوا في جميع الاستجابات areas أو مناطق الاستجابة of prevention اللي هي المنع response الرد and recovery طبعا recovery هنا معنيها reclaim يعني الاستصلاح أو الإصلاح. أنسب إجابة ليها طبعا reclaim يعني الاستصلاح هنا. If the first responders didn't answer the call لو أول المستجيبين didn't answer لو مردش على الاتصال nothing would happen ما فيش حاجة تحدث. People will go to their place الناس هتروح لمكانه. Someone may be hurt شخص ربما يصاب. Neither A or B or C طبعا هنا letter C someone will be hurt يعني لو ما فيش استجابة فأكيد شخص A هيصاب. The first responders المستجيب الأول save people in accident بينقذ الناس في المواقف. Help when there is an earthquake بيحمي الناس لما يكون في زلزال. Help when a house is burned down طبعا A B C طبعا التلاتة عندنا لأنها طبعا من خلال paragraph number one عندنا في paragraph number one طبعا بقول لنا هنا this could be response to someone who is hurt مصاب natural disaster يعني كارثة طبيعية earthquake مثلا maybe your pet needs لو الحيوان الأليف طبعا ده مفروض اللي هي the last one when there is no emergency we should go and help first responder should phone to know the work of first responder must phone first When there is no emergency, we should go and help first responder. لما ما يكونش في حالة طوارئ, we should go and help first. يجب أن احنا نذهب ونساعد المساعد المستخدم اللي هو المستجيب الأول. Should phone to know the work of first responder. نتصل ونعرف وظيفة أو عمل ال first responder. Mustn't phone first responder. Should go to thank first responder. طبعا letter C. mustn't phone يعني لا يجب ان احنا نتصل بالفيرست ريسبوندر لان ايه طبعا زي ما الباسج قال لك ويست زور تايم يعني ده بيهدر وقته. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالامتحان. طبعا احنا قلنا الامتحان هيجي لنا تشويس على الباسج وتشويس على المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.